تسأل عن لف شعر المرأة على طريقة معينة خاصة، هل لف الشعر على بعضه يؤثر على الوضوء أم أنه داخل في النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف بعض فاعلاته بأن رؤوسهن كأسنمة البخت؟ إذا لفته وجعلته فوق رأسها فهذا يدخل في معنى الحديث والله أعلم، رؤوسهن كأسنمة البخت، يكون كأن لها رأسين، كأن لها رأسين، الرأس الخلقي وصورة الرأس الذي هو مجموعة الشعر الذي جعلته فوق رأسها أو بجانبه من الخلف بحيث يظهر كأنه رأس آخر. والأحسن للمرأة والأولى أن ترجل شعرها وأن تجعله ضفائر من جوانب رأسها، هذا هو الأولى والأليق، وهذا الذي كان عليه نساء المسلمين. وأما قضية مسح الرأس فلا بأس أن تمسح المرأة على رأسها وهو مغفور بضفائر، أما هذا اللف فأخشى أنه يمنع وصول المسح إلى بقية الرأس فيكون المسح إنما هو على بعض الشعر دون بعض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان يؤثر على الوضوء يجب عليها أن تترك هذه الحالة الشيخ صالح؟ إذا كان يؤثر على الوضوء فيجب عليها ذلك، وكذلك ينبغي لها أن كما ذكرنا أن تعمل بشعرها كما كانت نساء المسلمين، أن تجعله من الجوانب وأن تظفره ضفائر أو توصله من الجوانب كأنه ذوائب، إما ضفائر وإما ذوائب، هذا هو المعروف. نعم.